Hallo, Jenny Pfeiff. Heute erkläre ich euch Lektion 4, die Nachbarn von Familie Weid. Yani, Eilid, Geren Eilid Weid. Sie Sual Nummer 1 beruht, woher kommen Sie? Schreibe ganze Sätze wie im Beispiel. Yani, انت منين? اكتب جمل زي في البيشبيل اللي عندي هنا. هنا بيقول إيبوديكا كومت أوس جريشنلاند. جريشنلاند اللي هي اليونان. تمام؟ بعد كده هنا عندي نمرة 2. سيميجا كومت أوس دير تركاي. احنا لو قرينا هنا هتبقى Zavus, ich bin Semiga, ich komme aus der Türkei. Tamam, lau arafna Nummer 3 hatubqa Elisa kommt aus den USA. USA hiya al-Wilayat al-Muttahida, wa qulna aus den ashan hiya artikel. Kalimat illi liha al-Bilad illi liha artikel illi hiya Türkei wa USA. Ba'd kida 'andi Nummer 4, John kommt aus England. Ba'd kida 'andi Nummer 5, Merz kommt aus Polen. تمام بعد كده عندي كلاوس كومت اوس دويتشلاند يعني هو من المانيا تمام بعد كده عندي السؤال نمرة 2 بيقول دو كانست دي ام فاتن يعني جاوب على الاسئله كومت جون اوس فرانكرايش يعني جون جاي من فرنسا فجاوب قال ناين اير كومت اوس انجلاند لا هو من انجلترا احنا لو قرينا عند جون هنعرف ان هو من انجلترا هنا هو ده تمام بعد كده شبريشت سايمون توركش يا شبريشت توركش تمام هنبقى هنحل الاسئله زي البايشبيل اللي عندي هنا عندي نمرة 1 بيقول شبريشت ايفوديتا دويتش ناين شبريشت جريزيش جريزيش اللي هو اليوناني تمام بعد كده عندي Nummer 2, woher kommt Elisa? Sie kommt aus den USA. Nummer 3, was spricht Mars? Er spricht Polnisch, hier Polen, Bitalemo, Polnisch. Okay, Nummer 4, kommt Klaus aus Österreich? Und nach Österreich? Nein, er kommt aus Deutschland, hier in Almanien. Nummer 5, woher kommt Semiga? Sie kommt aus der Türkei. Nummer 6, spricht John Englisch? Ja, er spricht Englisch, also ein hoher Mann England. Okay? Bad kida andi, Sual Nummer 3, bi'ul wo oder woher? Hachot wo oder woher? Ich nachfinde, le wo ma'naha. Eina, woher, ila eina. Bad kida schreib auch die Antworten. Schreib auch, alhaya ektib kamen, il igabat. Okay? هنا عندي فيرب عارفين ان فيرب فونن بيجي معاه فو وفيرب كومن بيجي معاه فوهير عندي نمرة 1 هقول فو فونزو من اين اين تعيش تمام ايش فون ان مثلا برلين نمرة 2 فوهير كومت ستيفن من فين ستيفن er kommt aus Augsburg بلد او مثلا er kommt aus Deutschland aus Ägypten تمام نمرة 3 wo liegt Augsburg يعني wo liegt أي نطاقة اللي هي المدينة دي بطاقة in Süden Deutschland في جنوب Deutschland تمام نمرة 4 تبقى wo wohnt Tina بتعيش فين Tina sie wohnt in Augsburg بتعيش في المدينة دي نمرة 5 woher kommt Herr Martins يعني هو فين بيعيش Herr Martins er kommt aus برشلونة تمام نمرة 6 هتبقى فو ليكت ميلاند هي بتقع فين ميلاند ليكت ان ايطاليا دي مدينة في ايطاليا نمرة 7 فو هير كومست دو من اين انت ايش كوم اوس ايجيبتو تمام انا من مصر بعد كده عندي نمرة 4 بقول اوس اودا ان اوس بتيجي مع فيرب كومن ان بتيجي مع فيرب فونن يبقى verb common بسأل عنه بوهير وبجاوب بكومن بلوس أوز بلوس لاند إنما إن بسأل عنها بفو تيجي معاها verb فونن
بلس ان بلس اورت، اورت اودافون اورت اللي هو المكان. تمام؟ هنا مثلا بايشبيل نمبر 1 ها قمت قمت اوس داتر باي، هنا اوس عشان فيرب كومن اوس داتر باي. ابا ارفونت ان دويتشلاند، يعني هو من تركيا ولكنه بيعيش في دويتشلاند. بعد كده بيقول ان دويتشلاند شبريشت ايه دويتش، يعني هو في المانيا بيتكلم الماني. نمرة 2 شكوما اوس منشن، يعني انا من منشن وندو وانت قمش دو اوخ اوس منشن، يعني انت كمان من منشن. فقال له ناين شكوما اوس اوس بار. تمام؟ نمرة 3 فونس دو ان برلين، انت بتعيش في برلين. قال له يا اش فون ان برلين. تمام؟ بعد كده عندي نمرة 5 بيقول فيلتش سباخه شبرشت مان هي، يعني أي لغة بيتكلمها الإنسان أو الواحد هي هنا يعني. تمام؟ إحنا أخذنا كلمة من معناها الشخص أو الواحد، يبقى فيلتش سباخه يعني أي لغة شبرشت مان يتكلمها الإنسان أو الواحد هي هنا. مثلا إيطاليان بيتكلموا إيطاليانيش، إسبانيان إسبانيش، أستغايش بيتكلموا دويتش، جوايز بيتكلموا دويتش، فرانزوزيش إيطاليانيش، أمريكا هي يو إس آ بيتكلموا إنجليش، فرانكرايش فرنسا بيتكلموا فرانزوزيش، جريشنلاند اللي هي اليونان بيتكلموا جريزيش، دويتشلاند اللي هي ألمانيا بيتكلموا دويتش، تركاي بيتكلموا تركيش، برتغال بيتكلموا برتغيزيش. تمام؟ النهارده حلينا أول صفحتين من ليكتيون فيات ينخبارن فروم فاميليا فايجن، واحنا عرفنا النخبار معناها جيران عيلة فايجن. إن شاء الله أشوفكم الأسبوع الجاي. تشوس.